السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة النهاردة رجعنا تاني لحلقة جديدة من حلقات المسابقة اللي احنا بنعملها على اليوتيوب، الحلقة اللي هي فيها مسابقة على كلب هاسكي. طبعا المرة اللي فاتت عملنا الحلقة وعملنا المسابقة وعملنا الجرعة زي ما اتفقنا، وقلنا على اسم اللي كان فايز ياسين احمد ده من محافظة القاهرة. انتظرنا الفترة اللي احنا كنا محددينها لمدة اسبوع لحد يوم الخميس، وطبعا للأسف ياسين ما جاش. معنى ان يكون في حد مش يعني ممكن يكون داخل مسابقة بس عنده مشاكل في البيت او متمنع ان هو يجيب كلب او حاجة زي كده، الله اعلم بالظروف، بقى فيه كذا ظرف ممكن يخلي حد يكون داخل مسابقة ويتراجع عن اخدان الكلب. يعني ممكن يكون هو قاعد على اليوتيوب لقى مسابقة كتب اسمه تمام طلع من حظه، وبعد كده لما اهله عرفوا ان هو هيجيب كلب منعوه يجيب كلب. ممكن بعد كده مثلا يكون ان هو مش حابب تربية الكلاب بس بيجرب اهو بيخش ويكتب اسمه خلاص. المهم ما علينا، احنا طبعا عملنا المسابقة وعملنا اللي علينا قدام ربنا وقدامكم. النهاردة بقى ياسين ما جاش كده، يعتبر لاغي من المسابقة ويعتبر خرج بره المسابقة خالص. ادي ورقة ياسين يا جماعة اهي، يعتبر لاغي بره المسابقة خالص. دلوقتي معنى كده ان احنا معانا 29 ورقة من ال 30 اللي احنا اخترناهم، معانا 29 ورقة محتفظين بيهم زي ما هم. تمام اهو الورق اهو، محتفظين بالورق زي ما هو. تمام ادي يا جماعة 29 ورقة، احنا مش هنعد بقى عشان ما نقعدش نعد كل شوية. معانا 29 ورقة اهم. تمام، يا ترى مين اللي هياخد النهارده اللي هيطلع من حظه وهيخش معانا المسابقه؟ تمام هنبدا كده. هنغمي ياسين عشان ياسين هو اللي هيختار النهارده. انت من حظنا النهارده، استنى عشان انت من هو. ما احنا لو ما غميناش مش هيحصل حاجه يعني عامه. يعني الولا سوسو امين، صح يا سوسو؟ شايف؟ لا. طب دول كام؟ واحد. ودول كام؟ اثنين. دول كام؟ اثنين. شاطر يا سوسو. جاهزين يا جماعه؟ طبعا كده. إيه انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تعالى كده شويه، تعالى كده شويه، لا كده كده ولا تعالى كده، تعالى كده شويه. انا مش شايف. احلى مسا عليكم. جاهزين يا جماعه؟ طبعا معانا 29 ورقه دلوقتي، هنشوف مين اللي هيطلع من نصيبه. انا بنحمس الناس شويه. جاهزين؟ زمان كل دلوقتي بيقولوا كل شيء حوالينا جاهزين. طبعا جاهزين. ها معانا دلوقتي 29 ورقه. طب تيجي نعدهم؟ انا عارف في واحد بيتفرج على الحلقه دي وبيقول ابو نور مش وقته انجز. طب نعدهم. معانا 29 ورقه، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ورقة. تمام هنحطهم كده، هنعمله كده يا جماعة. هات ايدك يا سوسو اهم، مد ايدك جوه، طلع ورقه واحده زي ما انت، افتح الورقه للكاميرا، افتح بقى. باسم مين يا ترى؟ باسم مين يا ترى؟ نقفله دي بقى، افتح بس، لا اقلبها للكاميرا. مصطفى محمود محمد الغضبان من دمياط. فك يا سوسو. مصطفى محمود محمد الغضبان من دمياط، هو ده اللي طلع معانا يا جماعه المره دي. وانا شاكك ان مش هيجي لان دمياط مشوار جامد، مشوار سخن. انا شاكك ان مش هيجي. مصطفى محمود محمد الغضبان من دمياط. دلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان احنا بعد الحلقه دي هنتابع الاكونت ده تمام، وهنشوف هو فين ونعمله سكرين شوت معانا على الحلقات بتاعتنا. وطبعا يا جماعه يا ريت الناس اللي هي معانا في حلقه المسابقه يرجعوا للفيديو اللي هو بتاع المسابقه اللي كنا طالبين فيه الكومنتات، ونكتبوا رد لمصطفى نبلغوه ان اسمه نزل في المسابقه. ادي مصطفى محمود يا جماعه، يا ريت يجي يشرفنا. طيب معانا مده قد ايه؟ معانا لحد يوم الاثنين. يوم الاثنين يعني بعد بكره. بعد بكره هنعمل بعد بكره لو عدى يعني يوم الثلاث الصبح هنصور تاني لو ما جاش. تمام يوم الثلاث الصبح هنصور تاني لو ما جاش.
تمام، مصطفى محمود محمد الغضبان من دمياط. باذن الله ومشيت ربنا الحلقه الجايه لو مصطفى ما جاش يوم الثلاث، لو جاء هنصور معاه الحلقه وهو بيستلم. تمام، طبعا دي كانت نتيجه المسابقه النهارده. معنى كده ان احنا معانا 28 ورقه محتفظين بيهم لحين حضور مصطفى. تمام، اول ما يجي هنصور معاه، لو ما جاش يوم الثلاث هنصور حلقه باذن الله في الوقت ده برضو ونعرفكم مين اللي بعد منه. كده معانا كام ورقه؟ 27 28 ورقه. تمام، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا، واحلى مساء عليكم. والمسابقه كانت على كلب هاسكي، يا ترى مين اللي هيتابعنا ومين مكمل معانا؟ ويا رب المسابقه دي تخلص بقى عشان نخش في حاجه اكتر احسن من كده بكتير. تحياتي لكم جميعا واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.